السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي. اليوم خرجنا لشارع طنجاوي غنشوفوا الراي ديال الناس شحال تقدر تخلص في الشهر باش تعيش مدخن. يا لا بحال شحال واحد ما يمكنش بزاف، خصك بزاف باش تقدر تعيش هنا في طنجة صراحة. يعني شحال نقدر نخلصك في الشهر باش تعيش مدخن؟ نشوفوك مزيانة عايشة مدخن. عايشة مدخمة لا أقل، خصك شي جد ملايين باش تعيش معوطة. إن شاء الله تخرج، إن شاء الله لا بغيتي تقري شي بلاصة مزيونة، إن شاء الله مثلا اللي كاري خلص كرا، اللي عنده العواو والعاود تقري ولادك المدرسة بفلوس. وضروري خصك أي حاجة مزيانة، دا ما يمكنش عتعمى شي حاجة هايدا وصافي، فهمت؟ إذا صافي جملة جاتك أختي ديالي. سلام عليك. باش تعيش مدخن خصك واحد ماكسيم يعني واحد 9000 درهم 7000 درهم باش تعيش مدخن في طنجة. دابا حاليا المصروف غلا، ودابا تولي خدامي في الشركة تسمى كيشبروا ديك 2500 3000 درهم كتبان لك كافية. الله يحسن لك، ما عارفين كيفاش كيعيشوا بها بصراحه، يعني ربي معنا وصافي باش كيوفقنا باش كنعيشوا بديك المصروف هذيك. يعني صعيب باش تعيش فيها حاليا دابا في هذا الوقت هذا، يعني بديك المدخول هذاك صعيب بين كرا ومصاريف والضو والماء وماشي. يعني الله يحسن لك، يعني الدرويش مقصح بزاف. عتعيش في طنجه مدخن شحال نقدر نخلصك في الشهر؟ 10000 درهم اخي ديالي. داك مليون دفرنك 10000 درهم هي اللي تقدر تقضى. يعني واش هادي مع هاد الغلا مع هادشي اللي وقع 10000 درهم هي اللي تقدر ت... لكن الانسان مجوج 10000 درهم. انا مجوج ثلاثه د العواول خصني 10000 درهم. دابا الناس اللي خدامه في الشركه سواء عندها غير 3000 درهم ولا 2500 درهم كارفس. دابا حنا ما كنشبروش ديك 10000، ولكن المهم ماشي 3000، ولكن المهم الامور كتمشي مزيره باش تمشي مرتاح. 10000 درهم براه 10000 درهم تقدر تدوز لك الشهر، فهمتي؟ ما يعني ما تبقاش شي ناقص وما تبقاش زايد. مع دابا كلشي طالع في السماء، مع كلشي طالع في السماء، مع ما البارح بصل الصباح عاوز ب 13 درهم زايد على ديمان. يعني 10000 درهم هذيك اللي تقدر. الجداد طالع كلشي طالع يعني خصنا خلصه معوطه. هذا لا خلصه معوطه باش تقدر تعيش. يعني الدرويش دابا راه مكرفص واحد التكرفيصه ماشي عادي. دابا 500 درهم لا هبطتيها للسوق ما كتجيبلكش السخره بحال اللي كنتي كتسخر دائما. يعني 500 درهم دابا مع هذا الغلاء اللي واقع، قول خصك 800 درهم ولا 900 درهم، واحد 400 درهم 300 درهم هادي كتمشي ما كتبخر ما كنشوفوهاش. يلا تجي معوطه تاكل بحال الناس تفطر بحال الناس. العيش الكريم براه ماشي الرفاهيه، حنا ما كنهضروش دابا على الرفاهيه. الخبز واتاي هذاك الخرزه 2000 درهم صافي. الخبز واتاي في الصباح، الخبز واتاي في العشيه. شوف 2000 درهم وبنادم كريم كذا راه الله يحسن له، ما كتعمل له واحد العمليه حسابيه راه ما كتخرجش شي مره. جبرو بوبري راه كيخرج اكثر من اللي كيدخل. جبرو غارق بالكريدي ولا فهمتي كيعمل كريدي ديال كونسوماسيون مثلا عاود باش يعني باش يرجعوا باش يكمل الشهر عاود باش يخلصوا. خصك يعمل كريدي اخر باش يخلص كريدي. دائما كيبقى مشبع مسكين دائما هيداك حياته كامله هيدا. الله يعدلنا من عنده. امين اخي كامل الله يسهلها. الله يرحم والديك. مدخن في طنجه خصك 500 درهم في النهار باش تعيش مدخن. 500 درهم 500 درهم تعيش مدخن. يعني خصك شحال تجيك في الشهر دابا؟ مليون ونص. مليون ونص في الشهر. مليون ونص تعيش مدخن في طنجه. يلا قسمها لي ديك مليون ونص. دابا عطيناك مليون ونص كيفاش غاتعيش دابا؟ واش مجوج؟ مجوج يعني تخلص الكريدي ديالك وتقري ولادك في مدرسه مزيونه وتعيش عيشه مستوره. واش عندها مدرسه المخزن ما كتقريش؟ ايه مدرسه المخزن الخاوه ديالك يقريهم اللي بغاو هما. يعني خصنا دابا تقريهم مدرسه فلوس احسن. اه ضروري تهلا في ولادك داك الشيء اللي ما دوزتينا يدوزوا ولادك. برافو ليك. شحال خصك تدخل في النهار باش تعيش مدخن في طنجه؟ 10000 درهم. 10000 درهم يعني مليون دفرنك. المينيمو 10000 درهم، كانت شي حاجه اقل من 10000 درهم غتعيش كرفس. ماشي 10000 يعني بزاف. لا بزاف لا والو. يلا تكافى مع يلا تجيبها مع الا كنتي كاري 10000 درهم جيبها معاهم نيشان. دابا انا عطيتك 10000 درهم كيفاش غادي تقسمها لي على حساب الكرا ومصاري؟ شحال تقدر تشيط منها؟ ما غاتشيطش منها، غاتكري ب 2000 درهم والشي الاخر غادي واحد 2000 درهم اخرى غتمشي لك بين ترونسبور. الا كنتي كتكمل غادي تمشي لك 2000 درهم الاخرى هي 6000 درهم. شحال بقات؟ 4000 درهم. ديك 4000 درهم الا شريتي شي سروال وشي قميجه ولا شي شويشيه وغتاكل الشي الاخر. غادي دابا اللي كيشبر ديك 2500 درهم ما يعيش، غيعيش مكرفس. اذا غير راحلو بحال صافي. الا خدم الا ريح من الخدمه غير شي شهر غتبان فيه. بيني وبينك باش تعيش مدخن في طنجه شحال خصك كتخلص في الشهر؟ خصك اخي الاخر هي واحد 200 درهم في النهار ومن الصبح قدك 200 درهم. عندي غير باش تقدر تتمشى في الطريق بها وتمشي وتجي. اما شي حاجه اخرى ما تقدرش تعيش في طنجه الا ما كنتش عندك مدبر على راسك. هنايا غاتعيش معذب شويه، ضروري غاتعذب شويه.
هذا هو مستوى طنجة. يعني لقي شبار 5000 100 درهم ما تسبب لك والو، هذيك ديال غتغدى بها انتينا غتفطر بها انتينا، ما عندك ما تسبب بها هذه والو. ونقولوا دابا مثلا باش تعيش عيم معوض شحال؟ تعيش معوض خصك اقل واحد 200 درهم كاع تعيش شويه، اما شويه غتنفس شويه بها والسلام، غتعيش منفس. ودابا حنايا هنا الا ضربتي 70 درهم في النار ما تقول نحد هنايا. ما تكفيك شي دابا تدخل شي مول؟ ما تكفيك، حنا عايشين من عند الله وصافي، فاتحه عند الله عايشين. بارك. الدراويش عايشين ببركه عند الله والسلام. الله يرحم والديك. تبارك الله. 7000 درهم خويا هادي، غتقاسم مع 200 درهم ذكرى. و 4000 درهم تقاس 200 درهم بالماكله، 200 درهم تسخب بها، فهمتي تحتاج الدواء. غتسارى بها في الصايد. لا والو شي زويه. غعطيتك 3000 درهم كافيه ولا ما كافياكش؟ كافيه دابا حصريا انت عارف كلشي طالع، مطيشه 12 درهم 13 درهم. براو يعني ما كافياش. يعني كافياش يا خويا. براو ولين. هذه هي نهايه الفيديو كما شفتوا الراي الطنجاوي. نتينا اللي كتفرج في هذا الفيديو هذا خلي الراي ديالك في الكومنتر. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.